مرحبا بكم في لاشين ديالي دودي كوك. ونبغي نذكر الناس اللي اول مره كيشوفوا لا فيديو ديالي يتابوناو في لاشين، والناس اللي ديجا ابوني يفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. كنتمنى لكم رمضان مبارك سعيد. واليوم غادي نبداو في اول وصفه في رمضان ديالنا، الله يدخلوا علينا بالصحه والسلامه ان شاء الله. في لا فيديو ديال اليوم كيف ما كتشوفوا غنوجدوا هاد الخبيزات اللي كيجيو غزالين في المنظر ورطبين العجينه ديالهم، ما غاديش تندموا الا وجدتوهم. نخليكم مع طريقه التحضير والمكونات. غادي نحتاجو في الدقيق الابيض كيف ما كتشوفوا ما بين 400 حتى 500 غرام، عندي معلقه كبيره ديال زيت العود، معلقه كبيره ديال الخل، دانون مسوس، معلقه صغيره ديال الهريسه، الملحه، عندي لا بودغ ديال الثوم ولا بودغ ديال البصله، وعندي معلقه كبيره ديال الخميره مع معلقه كبيره ديال السنيده. اول حاجه غادي ندير الماء دافي مع الخميره والسنيده ديالي باش يذوبوا. السنيده كتعاون الخميره ديالنا باش كتفاعل. من بعد ما خلطناهم مزيان غنخليوهم حتى يذوبوا، ما يبقاوش عندنا دوك الحبيبات. غادي نجيب لا بودغ ديال الثوم والبصل، غادي نزيدهم على العجين ديالنا، كيعطيو واحد النسمه غزاله للعجين ديالنا. كيف ما كتشوفوا كنخلطوا المكونات مزيان. في الاول غادي نزيدوا عليهم الخميره ديالنا، من بعد ما دابوا دوك الحبيبات ديالها نخلطوا مزيان العجين ديالنا، وغادي نبداو نزيدوا الماء دافي شويه بشويه وحنا كنخلطوا. كيف ما كنقول لكم دائما في الوصفات اللي كيكون فيهم العجين، ما كنبغيش نزرب الوتيره ديال لا فيديو، او ميم طون ما كنبغيش نحيد منها دي بارتي كوم صحت الناس اللي مبتدئين يقدروا بيان سور ينجحوا العجين ديالهم. غادي نبقاو نخلطوا بهذه الطريقه وحنا كنزيدوا الماء شويه بشويه، ما كنزيدوش الماء في مره، كنبقاو نخلطوا مزيان حتى كيبدا يتجمع لنا العجين. بعد ما قرب يتجمع لنا غادي ننزلوه في سطح العمل اللي بيان سور كيكون نقي ومسحناه مزيان. غادي نزيدو شويه ديال الدقيق غير باش ما تلصقش لنا على سطح العمل، وغادي نبداو نعجنو في العجين ديالنا. كيف ما شفتوا انا ما زدتش فيها الماء بزاف، واو ميم طون ما خليتهاش قاصحه. غادي نبقاو ندلكوا في العجين ديالنا بهذه الطريقه وحنا كنطلقوه باش العجين ديالنا كتجي مرخيه، وفاش كيتنفخوا بيان سور الخبيزات ديالنا كيطيبوا مزيان من الداخل وكتجي العجينه قطنيه. هنا من بعد ما عجنتها كيف ما كتشوفوا كتبدا تلصق في اليد، الى لصقات لينا بزاف كنزيدو شويه ديال الفرص وكنكملو الدلك ديالنا. كندلكوها ما بين 15 حتى ل 20 دقيقه. بيان سور الى عندكم العجانه تقدروا تستعملوها. هنا من بعد ما ساليت كندهن شويه بالزيت كيف ما كتشوفوا، وكنحط العجين ديالي باش يخمر وكنغطيه بفيلم اليمونتير. غندوز للحشو، عندي البصله، الفلفله الخضراء الحمراء، خزو محكوك، الربيع، في اليقامه عندي التحميره، الملحه، الثومه والبزار، وبيان سور زيت العود باش غنشحرو، وعندي هنايا الكفته. من بعد ما شحرت البصله والفلفله مزيان مع خزو غادي نزيد الكفته ديالي. هنا الكفته انا حيدتها من الكونجيلاتور، داكشي علاش كتبان بهذا الشكل. ومن بعد ما طابت غادي نزيدو شويه ديال لاصوص صوجا، نخلطو مزيان، نحاولو اننا ما نكتروش من الصوجا بزاف باش ما تغطيش لينا على المذاق ديال الخضر ديالنا. غنخليو بيان سور دائما لافارس حتى كتبرد مزيان عاد كنخدمو بها. هنا كيف ما كتشوفوا العجين ضاعف الحجم ديالو، غادي نحيدو منه داك الهواء اللي تكون فيه لداخل، نديرو شويه ديال الدقيق ونجمعو العجين ديالنا بهذه الطريقه كيف ما كتشوفوا. بعد ما جمعتو غنسلو على سطح العمل، وغادي نبدا كنشكل كريات متساويه بهذا الشكل. من بعد ما ساليت كنجيبو الدلاك ديالنا كنطلقو كل كره بوحدها بهذه الطريقه، حتى كتولي عندنا على شكل دائري. غنجيب معلقه ونحط بها لافارس ديالي في الجنب ديال الكره
بهذه الطريقه. كيف ما كنقول لكم دائما فاش كتكونوا كتخدموا العجين وغديروا فيه الحشو، من الاحسن انكم تخدموا بمعلقه ويديكم تكون دائما نقيه. كنجمعوا بهذه الطريقه وكنقطعوا الحواف الثانيه ديال العجين وكنشكلوه بهذه الطريقه. فالصوره مبينه مزيان الطريقه باش كنشكلو باش كنديروا هاد الهلاليات معمرين بهذه الطريقه. غنعاود معكم، والحاجه اللي كتخلي العجين ديالنا يتحل هو ان اللدام كيخرج في الجنب ديال العجينه. داكشي علاش ضروري ما تصفيو لافارس ديالكم الا كان فيها الزيت بزاف، واو ميم طون تمسحوا يديكم وانتم كتجمعوا في العجين. كنخدموا بهذه الطريقه، كيف ما كتشوفوا فهي سهله والنتيجه كتكون زوينه. غنحيدوا الاطراف ديال العجين اللي كانوا مخسرين، وغادي نبداو نحطوا في الصينيه ديال الفرن اللي كنكونوا دهناها بشويه ديال الزيت. غادي نعاود نشكل معكم هلاليه اخرى. كنحطوا لافارس بهذه الطريقه في النص ديال الكور ديال الدائره ديالنا، ومن بعد غادي نجيبوا موس وغادي نبداو نقطعوا بهذه الطريقه ونبداو نجمعوا ولويو، ومن بعد غادي ندوروا الهلال ديالنا ونسدوه مزيان من الاطراف باش ما يتحلش لينا. وغنحيدوا دوك الزوائد ديال العجين بالموس كيف ما كتشوفوا، وكنحطوه ديريكتومون في الصينيه ديال الفرن، ونحاولوا اننا نبعدهم شويه باش الا خمروا ما يخمروش على بعضهم. هنا كيف ما كتشوفوا من بعد ما اختمروا شويه، جبت صفر ديال البيضه اللي خلطته مع شويه ديال الصوجا باش كتعطينا داك اللون الذهبي من الفوق ديال الخبيزات. وغادي نبدا ندهنهم بهذه الطريقه بالشيته، ونحاولوا اننا ما نوصلوش البيض للصينيه ديال الفرن باش ما يلصقوش فاش يطيبوا. وكنبقاو بهذه الطريقه كندهنوا، ونحاولوا اننا ندهنوا الهلاليات ديالنا كاملين. وانا من بعد ما دهنتهم غادي ندخلهم الفرن على 180 درجه ونخليوهم يطيبوا من تحت، ومن بعد فاش يطيبوا لينا نعاودوا نشعلوا لهم من الفوق باش يطيبوا. هنا كيف ما كتشوفوا كنخليهم حتى كياخذوا داك اللون الذهبي. ها هما من بعد ما طابوا كيف ما كتشوفوا في العجين كيجي قطني ولذيذ. ننصحكم انكم تجربوه، ما غاديش تندموا على هذا العجين لانه كيجي قطني ولذيذ جدا، وحتى لافارس اللي فيه بداك الخضار وداك خيزو كيعطي واحد اللذه غزاله وكيجي لذيذ في المذاق. كيف ما كتشوفوا النتيجه النهائيه. نتمنى ان لا فيديو ديال اليوم تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش تضغطوا على لايك وتشتركوا معايا في القناة ديالي دودي كوك باش يوصلكم كل جديد في الوصفات الرمضانية ديال هاد العام، وبيان سور بارطاجيو لا فيديو باش تعم الفائدة. شكرا بزاف على المتابعة.